عليكم ورحمة الله. أولا أحب أعرف نفسي أنا دكتور خالد بسيم، أستاذ جراحة الأعصاب في القصر العيني، وجزء من شغلي كان في صوت، مش سامع صوت؟ وجزء من شغلي كان في التروماتولوجي ديبارتمنت في القصر العيني، قعدنا فترة حوالي 3 سنين ماسكينه، بس طبعا قبل موضوع الثورة وموضوع القتل اللي احنا بنشوفه والتعوير، فما حدش عارف ايه اللي هيحصل في المستقبل، فهي فرصة ان احنا نراجع مع بعض شوية نقط. طبعا هو موضوع ضخم جدا، لو حبيت اقوله لكم هياخد يعني ساعات وايام، لكن انا فضلت ان انا اركز على كام نقطة مهمة يهمني قوي انها تلزق في مخكم وانتم خارجين، واللي يحب يتعمق اكتر ممكن بقى يبقى يقرا او يبقى يتخصص بعد كده. امتلي اهم حاجة لو حد فيكم، اهم حاجة لو حد فيكم يحب انه يعني يفيد نفسه ويفيد الناس اللي هيعالجها سواء في حرب او ثورة او كده، انه يعرف جلاسكو كوما سكور. انا متأكد ان جزء كبير جدا منكم عارفينه اوريدي او سمعوا عنه، لكن الحقيقة انت لازم تحفظوه، لازم تحفظوه، لان هو يعني هو جامعة جلاسكو هي اللي عملته من حوالي 40 سنة، والعالم كله بيستخدمه لانه له فوائد كتير، يعني بيدي لك فكرة عن درجة الاصابة، نوع الايروي مينتنس اللي العيان هيحتاجه، تدهور الحالة. هو ببساطة بيعتمد على 3 وظائف الانسان. في وظيفة احنا ما ناخدش بالنا منها، انك انت وانت قاعد دلوقتي عينيك مفتحة، انت مش حاسس بالنعمة دي، عادي عينيك مفتحة، لا دي وظيفة المخ بيعملها اوتوماتيك من غير ما تدرى. لكن لو مخ وظائفه ضعفت او الوعي بتاعك قل، تبدا الوظيفه دي تلخبط. ففي الاول العينين بتقفل، لكن لو انا نبهت عليك تفتح عينك، فدي مرحله من الوعي بنسميه اي اوبننج تو سبيتش، ده ياخد 3 نقط. بعد كده العين تبقى مقفوله وانت تخش عليه تقول له يا سيد يا سيد، ما يردش، لكن لو قرصته يفتح عينه، يبقى دي مرحله اقل شويه، ياخد 2 نقط. او بعد كده بقى تنده ما تنده ان شاء الله تضربه مفيش فايده، ما يفتحش عينه، ده ياخد 1. يبقى دي اول تقييم في جلاسكو سكور. انا هوريكم الايميل بتاعي بحيث لو حد عايز المحاضره يبقى يراسلني على الايميل وابعته له. هي طبعا محاضره يعني بسيطه يعني، لكن لو حد مهتم يعني. تاني حاجه، تاني وظيفه في الانسان الكلام، يعني علمه البيان. فالوظيفه الثانيه هو ان احنا بنتكلم، الكلام ده يعني حدوته، يعني a lot of functions و a lot of organs و a lot of nerves. فاول انخفاض في الكلام انك يعني زي الوقت انا بتكلم كلام عادي، لكن بعد شويه لو انا مثلا مخي اتاثر شويه، او اللي بيشربوا خمره تقدروا تشوفوها، وطبعا احنا عارفين الخمره ده سم يطلع يسمم من المخ، فبيضعف بعض، يضعف الوظيفه دي شويه، فتلاقيه كونفيوز، يعني اسمك ايه؟ محمد. انت كنت اتخبطت فين؟ انا اتخبطت هنا. ده بيسميه كونفيوز، يعني مش كلام واعي زي اللي انا بتكلمه. بعد كده المرحله اللي بعد الكونفيوز ده اللي هياخد عليها 4 نقط، اللي هو ما يقدرش يقول جمله، يعني ما يقدرش يقول انا رحت المدرسه، لا هو ممكن يقول مدرسه، ميه، البوليس كده يعني. فدي اللي يقدر يقول وورد، دي مرحله مش بطاله، وياخد 3 نمر. بعد كده ما يقدرش يقول وورد، وانتوا اكيد شفتوا الناس دي او هتشوفوها يعني، ما يقدرش يقول مثلا مسطره او اتوبيس، هو يقول ايه اوف كده، ما يقدرش يكون جمله على بعض، فدي مرحله ياخد 2 نقط بس. وطبعا في بعد كده اللي هو بيبقى ساكت خالص من غير اي صوت، ده ياخد 1 نقطة. بعد كده بقى الموتور ريسبونس، هي اقل حساسيه، يعني دي بتتاخر، بتفضل موجوده لفتره طويله حتى مع الاصابات الجامده. اما الاثنين الاولانيين دول حساسين، يعني بيطيروا بسرعه مع اول مع الاصابات الجامده يعني. الموتور ريسبونس بيعتمد على حاجات كتير، اول حاجه زي مثلا انت بتقول لقريبك قول له ارفع ايده، فبيرفع ايده، ده حاجه عندنا رائعه جدا، ده معنى كده ان ده واحد سمع وفهم ونفذ. مش بس مجرد انه رفع ايده، فهو اذا كان هو بنسميه موتور ريسبونس، لكن هو اتس كومبلكس ريسبونس، ده واحد سمع وفهم ونفذ، ده هايل جدا، ده ياخد 6، رقم كبير جدا. المرحله اللي بعد كده او الاقل من كده ان انا اقول له ارفع ايدك ما يردش عليا، فاقرصه فيروح هو مطلع ايده وماسك ايدي، حدد مكان القرصه، ده اللي بيسموه لوكاليزنج تو بين، اكيد سمعت الترم ده قبل كده، وده بياخد 5 نقط. بعد كده لو قرصته ما بيقدرش يحدد مكان ايدي، فبيعمل ايه؟ يروح ضارب ضربه عشوائيه كده يحاول يلطشها، زي بالظبط لما تيجي دبانه وانت نايم، لو نومك خفيف وجات الدبانه هنا بتروح ضارب الدبانه، لكن لو نومك تقيل مش هتعرف تجيب مكانها، هتروح مهوش بقى، ده اللي بنسميه ويزدرول تو بين. لكن يا جماعه لازم ناخد بالنا انه ما زالت حركه منظمه ومرتبه، ليه؟ لان الكورتكس هو اللي قائم عليها، الكورتكس بتاع الانسان ده اتس هيوج كمبيوتر، هو بقى اللي بينظم الحركه.
بين الاكستنسورز والفليكسورز وبيؤدي الى حركه منظمه مرتبه. فده بيسموه ويزدرول تو بين. لما ننزل بعد كده بقى لو بعد كده معناه ايه؟ كورتكس وقف ما اشتغلش سواء ديوتو هايبوكسيا اديما او اتباص خالص او اتعور او كده. بنخش بقى حركات ريفلكس. طبعا كلكم سمعتوا عن الريفلكس موفمنت. هو ربنا سبحانه وتعالى عامل نظام ان اي سنسيشن تيجي للكورد من اليمين الكورد يتصرف لوحده من غيرك، مش عايزه تبقى صح. مثلا وانت نايم تلاقي دبانه تروح تضربها مثلا، او مثلا تلاقي اتوبيس جاي عليك انت قبل ما عينك بتشوفه بتعمل كده. ده ريفلكس، ده ملوش دعوه بالكورتكس، ده ربنا عامله نعمه لينا عشان يعني يساعدنا شويه ان احنا نعرف نعيش. فالريفلكس ده طول ما انا صاحي مخي بيقفله يقول لك مش عايزه. تخيل انت ماشي مثلا وجسمك بيتحرك لوحده هتبقى مشكله، ده بيتقفل. لكن لما الكورتكس يبوظ بيرجع يشتغل بقى. احنا عارفين ان المخ بيلعب في السباينال كورد عن طريق تو تراكس، واحد منهم في البرين ستام، واحد اللي هو في البونس اللي بنسميه الفيستيبل سباينال تراكت. لو ضربت انا الكورتكس لغايه الميد برين الريفلكسات كلها اللي طالعه هتبقى انفلكشن. فلو جيت قرصت العيان هيروح دخل ايده لجوه يعمل كده، ده انفلكشن. لكن لو انا ضربت الميد برين والبونس هو بقى المتحكم في السباينال كورد، البونس مسؤول انه يعمل اكستنشن، فبيسموه اكستنشن تو بين. ده يفرق كتير عن الويزدرول. الويزدرول قلنا حركه منظمه مرتبه جميله منسقه بس مش عارف يحدد. اما الفلكشن والاكستنشن دي حركات محدوده متكتفه وبتبقى ريفلكس عن طريق الكورد موديليتد بالفايبرز. يبقى احنا وطبعا لو انا قرصته ما عملش اي حاجه، لو قرصته ما اتحركش خالص طبعا ده يبقى زيرو، يبقى نون، باخد واحد. يبقى احنا كده رجعنا جلازو كوما سكور ووضحنا جاي منين. لما هم بقى جمعوا الارقام قال لك والله شوف اللي في جلازو سكور ده يجيب من 12 ل 15 هنعتبر مايلد هيد انجري، لكن لو من 8 ل 11 هنسميه مودريت هيد انجري، لكن ابو 3 ل 7 ده سيفير هيد انجري. 3 ل 7 ده غالبا معظم اللي احنا بنشوفهم في القصر العيني. دول بيبقى واحد ما عندوش اي اوبننج خالص، ما بيتكلمش خالص، لكن هو عنده شويه موتور ريسبونسز ما بين بقى ويزدرول على لوكالايزنج على مش عارف ايه، لكن اول حاجات بتروح هي الاي اوبننج والسبيتش. طب ايه اهميه الكلام اللي انا تعبتكم فيه ده واللي لازم تحفظوه؟ كذا حاجه. اولا انا مثلا واحنا في مستشفى ميداني مثلا او كده هيجي اقول لك الراجل ده جلاسكو بتاعه كام؟ هتقول لي 12، خلاص مش اهتم بيه. از مور اور ليس يعني في وقت، او 14 هايل خلاص مش مشكله. لكن لو قلت لي 3 ده هايل جدا لانه مش عامل له حاجه. 3 ده يعني خلص، يعني كل حاجه باظت، يعني الامل فيه محدود جدا جدا الا الجماعه الشباب يعني وحالات نادره. لو قلت لي مثلا الحاجه الثانيه هعمل له ايه كاير واي بروتكشن؟ في يا جماعه وظائف كتير ربنا سبحانه وتعالى ادها لنا احنا مش دارين بيها، وعلى راسها انك بتنظم دخول الهواء. دخول الهواء ده عقده كبيره جدا وكميه يعني فايبرز ومسلز بتتفاعل سوا عشان تحفظ لك الاير واي. لما بتتخبط في راسك الفانكشنز دي بتختل، وكل ما انت الديجري اوف انجري بيزيد قدرتك على حمايه الاير واي بتاعتك بتقل. هم لقوا انه انا هقول بالترتيب نعمل ايه بالظبط، لكن المهم ان جلاسكو سكيل ده لما انا اعرف الرقم بتاع العيان ده انا اقدر احط خطه. ده محتاج ايه؟ ده محتاج اير واي، ده محتاج تيوب، ده محتاج فنتيليشن. فدي اهميه جلاسكو سكور. الحاجه الاهم والاهم يعني انت ممكن مثلا في مثلا فرضا قاعدين في تحرير وجالك واحد وانت بقى حريف وسمعت المحاضره جلاسكو بتاعه كام؟ 7. طب اركنه لغايه ما يجي الاسعاف تاخده. انت ممكن تبص تلاقي 7 دي بعد شويه بقت 6 بقت 5. يبقى انت من غير سي تي ومن غير حاجه عارف ان في حاجه بتحصل. فجلاسكو سكيل مش بيتاخد مره، ده بنتاخد مره وبنعمل فولو اب كل نص ساعه لو احنا في الميدان او في المستشفى كل ساعه. وبالتالي الحقيقه اتس فيري سمبل تول بس فيري يوزفول تول، عشان كده العالم كله بيستخدم جلاسكو كوما سكور. في برضه سندروم احب احذركم منه، هم بيسموه توك اند داي سندروم. ده واحد خد خبطه في راسه جامده جدا واحنا كمصريين نتلم عليه ونشيله ونطلعه، اخبارك يا محمد كويس الحمد لله. فانت تطمئن، لا انت لازم تعرف ان في جزء من الحالات مع الضربه الاولانيه هو كسر الحاجه، قطع الفيسل او قطع البليدر او عمل حاجه في البرين، تفضل تكبر 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 لغايه ما العيان يموت. كلنا طبعا بتوع النيوروسيرجي مروا بالحاجات دي، وياما جالنا عيانين كويسين جدا ومثلا بعتناهم السي تي قبل ما رحنا لقيناهم ماتوا مثلا. وكذلك انتم مثلا لو رحتوا الى حصل لا قدر الله ثوره ثانيه او كده، يعني مش لا قدر الله يعني مهم، او حرب او حاجه، فخدوا بالكم العيان. مش معنى كده العيان جاي لي بجلاسكو بتاعه 15 ان ده سيف تماما، لا. في توك اند داي سندروم ده بيجي يتكلم حصل ايه، ده طوبه خبطتني ومش عارف ايه، طب استنى شويه وانت تروح تشوف غيره ترجع تلاقيه مات. فاحنا بيبقى عايزين حذر ومراقبه، حتى العين الكويس برضه تراقبه لانه ممكن يموت منك. طب نعمل ايه بقى؟ الافضل ان هو يبقى فيه
كل ساعه حد ياسس جلاسكو بتاعه خوفا من المشكله دي. وده طبعا في اي اي سي يو في نيورو تروما بيبقى فيه كده, كل ساعه بنأسس جلاسكو سكور. او الافضل والافضل ان ساعات بنركب اي سي بي مونيتور عشان نتابع الانتركانيال بريشر. في حاجه غريبه في الانجريز بتاعه البرين انها بتكبر, ودي حاجه غريبه جدا وبتلخبط لنا كل حساباتنا وبنسبه كبيره. يعني مثلا الاكستراديورال هيماتوما ربعها بيكبر, يعني العين بيبقى داخل وانا عملت سي تي ولقيتها صغيره فما خفتش, لكن ممكن في خلال ساعه او ساعتين او ثلاثه تكبر تموت العيان. وانت قايل اقول له اخباره ايه, لا تقول لي ده هيماتوما صغيره 10 سم, لكن تبص تلاقي بعد ساعتين بقت 40 سم موتت العيان وانت قاعد فوق في السكن. فدي ناخد بالنا منها. وكذلك برضو مثلا يعني في مواقع القتال او مواقع الثورات او ناخد بالنا من الحاجات. الحاجه الثانيه الانتراسيربال هيماتوما بتكبر جدا, الانتراسيربال بتكبر بشكل عنيف جدا, 50% منهم بيكبروا. وكذلك السبديورال هيماتوما دي اقلهم بس برضو بتكبر. في حاجات العين ممكن يبقى فيه امل, لكن انت سامحني يعني باهمالك او بعدم معرفتك انت بتقضي على العين. زي ايه مثلا؟ البرين بيبقى بعد الضربه حساس وضعيف وغلبان, انت بقى اديله شويه هايبوتنشن تخلص عليه, اديله شويه هايبوكسيا تخلص عليه, هايبوجلايسيميا خلص عليه, وكذلك الهايبرجلايسيميا. الحاجه الثالثه ان دي اي سي از فيري كومن, لان البرين سيلز اكتر حته فيها خلايا في العالم هو المخ, في 50,000,000,000 خليه. فمع اي برين تروما لوت اوف سيلز داي بيطلعوا ثرومبوبلاستين ساعتهم, فبتعمل دي اي سي ولو نسبه حوالي 20%. فلازم من ضمن البروفيل, وده بنعمله عندنا في القصر العيني, اي عيان داخل لازم بنعمل له كواجوليشن بروفايل. برضو ما ننساش ان حوالي 8 حالات الهيد انجري, من عشان اخبطك في راسك خبطه جامده ما هو راسك الرقبه شالت برضو, فتمن الحالات دي رقبته اتكسرت اتخلعت اتفكت. وبالتالي اي عيان عنده سيجنيفيكانت هيد انجري لبسه كولر من غير كلام. وبالتالي الجماعه اللي بيقعدوا في الميدان او في الثورات او كده يبقى جنبه رقب بلاستيك كتير, اول حاجه يلبسه رقبه لو عنده سيجنيفيكانت هيد انجري. طبعا هو في فرق كبير بين الطوب بتاع محمد محمود والطوب بتاع زمان. بتاع محمد محمود الارتفاعات قصيره فكان بيجي لهم قطع, فما قلناش اصلا ما جالناش حالات المره اللي فاتت. لكن يوم 28 يناير بالذات كانت ضربه من العمارات فوق فكان بيكسر السكال, فدي كانت حاجه احنا لاحظناها. يعني مهم جدا جدا زي ما قلنا انك تدخل عين اكسجين, لان الاكسجين لو ما دخلش الكونتيوجن الصغيره بتكبر والهيماتوما هتكبر والبرين هيبوظ. فالاير واي مينتنس از فيري امبورتنت. انت هتعمل اسسمنت جلاسكو سكور وهتقول من 12 ل 15 ماشي ده مش عايز حاجه. لو عنده لانج بروبلم ممكن تديله اكسجين, لو او تحط له نيزل اكسجين ممكن بكتير. من 8 ل 11 لازم اير واي, ابو 8 ل 11 في جلاسكو سكور بتاعه ما يقدرش يمنتين هيز لانج ويمنتين هيز اوروفارينكس, لازم تحط له اير واي. من 3 ل 7 ده لازم انتوبيشن وفنتيليشن, حتى لو العين بتنفس والاكسجين بتاعه كويس, دي قاعده عالميه لازم انتوبيشن وفنتيليشن. الا طبعا لو انت في ميدان التحرير مثلا او في مستشفى والفنتيليتر خلصوا, على الاقل حط له تيوب. يعني احنا مش هنتكلم بقى كتير على الباثولوجي اللي بنقابلها, هم حاجتين مفيش غيرهم, يا اما كتل جوه السكال ماسز او فراكشر في السكال نفسها. الماسز دي يا اما هيماتومز يا اما كونتيوجن في البرين. البرين عنده قدره انه يكبر 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 فوق ما تتخيل, وكل جراحين الاعصاب مروا بالتجربه دي ان الاكسجين يوطى شويه من التخدير, بص تلاقي بتاعتك حاجه كبيره قد كده مالت الفيلد. البرين عنده قدره رهيبه لان هو متكتف بالانرجي سبلاي بتاعته, البامبس بتاعته حابسه كميه سوليوتس في البرين سيلز رهيبه. فلأول ما الدم يقطع او الاكسجين يقطع البامبس دي بتقف وتبتدي الخلايا تعبي ميه والبرين بيكبر جدا جدا. فمن الحاجات اكتر حاجه تموت البني ادمين هو المخ نفسه بيورم ويتعصب في السكال يموته. فاحنا عندنا حاجتين, ماسز هيماتومز او فراكشرز. الفراكشر دي مهم قوي انك تقسمها الى كلوز وكومباوند. الكلوز اللي هو الجلد سليم وكومباوند الجلد اتقطع, دي ليها حسابات ودي ليها حسابات. طبعا يعني برضو المح لحاجه اسمها برين كونكشن اللي هو بتاع الملاكمه. ما ياخد بوكس, البرين ده عباره عن مجموعه من السلوك, لو خبطته بوكس السلوك بتترج والبرين بيبطل يقف بيبطل يشتغل, ده كونكشن. لكن لو خبطته خبطه جامده قوي البرين كله متجمع كله في حزمه واحده اللي هو البرين ستام, كل البرين الضخم ده ماسك البرين ستام تحت. فلو خد خبطه عنيفه قوي البرين مع الرجه دي بينفصل قطع, بيحصل كونفيوجن وده ما بيرجعش. وده يفسر كتير قوي, تبص لاقي عيان سي تي بتاعه نورمال بس العين فلات مفيش حاجه خالص, فانت فصلت له البرين عن البرين ستام. ده بيسموه ديفيوز اكسونال انجري السفير ديجري منها. في بقى انا هعدي الابيديورال هيماتوما والساب ديورال هيماتوما لانها مش دي حاجه تخصصيه شويه. الفوكال ليجن مش مهم, انا هي اللي يهمني ده لان ده اللي هتشوفوه في يعني في واقع القتال والثورات والحاجات دي اللي هي الفراكشرز.
الكلوزد بريس فراكشر يعني جالك واحد وعنده قطع قصدي السكال سليمه الجلد سليم لكن انت حاسس بفراكشر تحتيه. يوجوالي وي دو نوت اوبريت. طبعا محتاجين نعمل سي تي وكل حاجه بس وي دو نوت اوبريت الا حاله واحده انها كوزمتيك مفيش استعجال طبعا بعدين نصلحها عشان مثلا هنا في القوره حاجه اتخسفت عايز تصلح او ان الدبريشن تبقى اكتر من السكال سيكنس يعني حوالي سنتي ونص. فلو لقيناها نازله قوي يبقى حتى يبقى هنا الستاديز قالت نسبه الابيليبسي بتزيد ونسبه الويكنس بتزيد لازم تبعته على المستشفى يرفعه. نيجي بقى الاهم اللي هو بنشوفه دلوقتي اللي هي الطوبه اللي بتفتح الراس. الطوبه اللي بتفتح الراس دي ده اللي بنسميه كومباوند بريس ستراكشر. كومباوند بريس ستراكشر دي انت ممكن يعني تخيطه في الميدان وخلاص لو ما عندكش فاسيلتي. طبعا ما ينفعش في عمليه زي دي تعمل مثلا في الميدان لازم تبيعها في مستشفى. لكن انت ممكن مثلا في حلقات محتاجه خياطه بس اللي هما ايه بقى؟ اللي هو الدبريشن مش جامد رغم ان الجلد مقطوع وبعدين تكون حادثه نظيفه يعني يكون مثلا في مكان نظيف ما فيش فيه وساخه مش شايف سي اس اف طالع مش شايف برين طالع على سي تي سكان مش لاقيين هواء الحته مش ديفورمينج كل ده اتيز اكسبتبل. والحقيقه اللي علمنا الكلام ده جماعه اليهود في البيبرز بتاعتهم هم بيضربوا الفلسطينيين اتعلموا الكلام ده ان الاوبن ديبريس ستراكشر ما بتحتاجش ريبير الا لو في حاجه ثانيه. خلاص فاضل يعني فاضل اخر سلايد وشكرا جزيلا.